هنعمل سلطه بالكابوريا. لسلطه الكابوريا محتاجين اصابع الكابوريا اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، وانا خدتها نصين كده واحنا بنتكلم، وبقيه المقادير عباره عن بصل اخضر، مايونيز، كرفس، بابريكا، شبت، ملح وفلفل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. في بوله هياخد، بسم الله الرحمن الرحيم، المايونيز، الكرفس، من الحاجات الممتازة مع الأسماك ومع الفراخ، البابريكا، الفلفل الأسود، الملح، بصل أخضر هسرق منه شوية عشان الشبت، برضو هسرق منه شوية عشان السمك، وبعدين هقلب كويس قوي. اذا لو حابين الدريسنج ده يبقى اخف ممكن تستخدموا زبادي او لبن رايب معاه يخفوا شويه، يخف قوامه يعني. طبعا المايونيز ممكن يبقى لايت لو انتوا حابين تخفوا من ناحيه الدسم يعني، لكن انا اقصد انكم تخفوا من ناحيه القوام. دي سلطة من السلطات السريعة جدا زي ما شفتوا كده، برضو كل المكونات من السوبر ماركت، الموضوع ما يعني ما خدش ثواني بقى فيه سلطة. وممكن بدلها أي سي فود يكون مستوي أو تونة.